حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. التدخل الجميل والانطلاق المميز من انطلاقة وتحديات جنون لريو بن سعيد بن غانم. المنصوري ينتقل إلى المركز الثالث إلى فزعة لسلطان خليفة بن حمد. الدرعي رابع المراكز هنا تقدمت فيه وتحركت العفريت لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري. والمركز الخامس الديبة لسعيد بن مرزوق بن منصور. المنصوري ياتي مع المركز الخامس بينما سادسا شواهين سلطان بن راشد بن قشيم. الشامسي ياتي مع المركز السادس وسابعا مع كتايب سالم بن جابر بن مصلحة. الاحبابي والاسماء تتدخل في هذا المستوى الجميل. جنون جنون على المركز الاول على الصدارة الاولى. هنا الانتاج هنا الإبداع هنا الانطلاق المميز من خلال هذه المنافسة والتحديات الجميلة ما بين جنون وما بين القابضة. القابضة وجنون هنا تتقدم جنون لتقدم هذه الفنون لتتحرك بهذا المستوى الجميل. هذه جنون لريو بن سعيد بن غانم. المنصوري يتقدم الجميع ليقدموا لنا ما شاء الله. ودعتها قال الشاعر قال سلمت تسليم تمصلي وطارت ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه جنون اسم على مسمى تنتزع المركز الاول. المركز الثاني شواهين لسلطان بن راشد بن كشيم الشامسي ولكن جنون على الصدارة على المركز الأول. شكلها يجنن وركضها فن وأداها جميل. غبية بن غانم يا يريو بن سعيد بن غانم. المنصوري هنا مع جنون يحقق هذا السلام. سلام الفقع سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الوصول المركز الثاني شواهين سلطان بن راشد بن قشيم الشامسي. المركز الثالث وصلت فيه هناك حربة وصلت حربة لحميد بن محمد بن حميد درعي. المركز الرابع كانت مع العزرة لمطر بن عبد الله بن عمر الشامسي. والمركز الخامس كانت سمحة لساري بن علي بن محمد المنصوري. إذا متابعينا الكرام منافسة جميلة وتحدي رائع وجنون جنون بشكلها المميز والجميل وأداها والنهاية الرائعة والجميلة. حققت هذا الفوز والانتصار لريو بن سعيد بن غانم المنصوري. ها هي تشاهدونها عبر شاشات قناة ياس المتابعة لهذا الحدث الرياضي وهذه الانطلاقات الجميلة من عاصمة الميادين. دقيقتين 56 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني. توقيت جنون لريو بن سعيد بن غانم المنصوري. تهانينا والناموس. وصلت هنا شواهين بالمركز الثاني دقيقتين 57 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لسلطان بن راشد بن قشيم الشامسي. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت بالمركز الثالث هي حربة لحميد بن محمد بن حميد الدرعي من وصلت على المركز الثالث. وتوقيتها تشاهدونه عبر قناة ياس وتوقيت المراكز الخمسة الأولى ناتي بها دائما عبر قنواتنا. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.